ندمان كثير على هالجوازه. والله يا صديقي اللي انا شايفه انه الجواز مو لعبه ابدا، واجدب اللي بيتجوز بهالايام. اذا ما قدر يقنع مرته غالبا ما بيطلق قبل 3 سنين. شو؟ 3؟ ما بيصير. طبعا انا مالي علاقه طبعا، بس يعني انزعجت على الزلمه، واكيد انا مالي علاقه بالزلمه لا من قريب ولا من بعيد طبعا. 3 سنين؟ اها. اذا ما قدر يقنع ابدا. شكرا كثير مدام، واذا بابا سال عني غطي علي، عندي شغله كثير مهمه. لانه انا ما بعرف شغلاتك المهمه ما هيك. هلا انخرب بيتي اذا ما قبلت اتطلق. مو 3 ايام ولا 3 اشهر، 3 سنين طوال. لازم لاقي لها حد، اشتري لها ورد، اشتري لها الماس، او اذا بدها سياره او بيت، المهم تقبل بالطلاق. صرعتنا يا؟ يلا روحوا تجوزوا انتوا كمان. كله عم بيتجوز هلا. على فكرة إذا ما كنتوا متفقين غير بعد 3 سنين ما بتطلقوا. لا تقول ما قلت لك، عشان ما تندم بعدين. تفضلوا، هون بيلا كمان الأزبولات. ألو؟ خالي؟ خلي رشة البيت، جاي آخذها. رح أستناها برات الفيلا، هيك قليلة. يلا باي. تفضل اطلعي نروح مشوار. ليش؟ هذا السؤال بينسأل؟ تغيير جو يعني؟ ايه ليش؟ كرم اخلاق، اذا ما بدك لالاقي حدا غيرك. مو كنتي الصبح عم تقولي جوزي جوزي قوم فيق وانتي مرتي؟ يلا لكان طلعي خلصينا. انت بتحبي هيك تضلي ساكته؟ خلص خلص على راحتك. تفضلوا. اخذت على مكان ما حدا بيعرفني فيه، واستعملت كل الكلمات العلميه الصعبه، وبديت احكي معها بحديث علمي، وكان قصدي اقول انه الحياه قصيره، لشو لحتى نحمل هم كل شيء، وقصدي الا انه كل مين له طريق يمشي فيه، بس ما كنت عم بقدر فوت بالموضوع باي شكل. بدي فهمك سبب المشاكل تبعنا، والسبب اللي عم يخليها تزيد بشكل واضح. السبب الرئيسي هو منطقه موجوده بالمخ، عم تفهمي علي ما هيك؟ فكل ما عم تصير مشكله عم تخليها تكبر بسرعه. ببريطانيا اجروا بحوث عنها ووجدوا عمر إنه ما عم بفهم عليك ولا كلمة، شو بدك تفهمني؟ احكي. ماني عرفان شو بدي اقول. شو بدك تقول؟ احكي قول. بدي نتطلق. ايه شو عليه؟ مثل ما بدك. بصراحة أنا صار لي ساعة عم حاول إني أربط المواضيع، فشو موافقة؟ نوب. بس ما بيصير هيك. ليش الشغلة على كيفك؟ رشا فهميني، لإمتى رح نضل هيك؟ بستأجر لك بيت لبين ما تخلص معاملة الطلاق، بدها شي أسبوع مو أكتر. وإذا ما حبيتي بإمكانك ترجعي وتعيشي بضيعتك، وأنا بعطيكي كل مصاريفك. تعطيني مصاري؟ وقد ما بدك كمان. قديش مثلا؟ يعني قديش ميزانية هالمشروع؟ 20,000. باليوم الواحد؟ بدك 20,000؟ على اليوم الواحد؟
ايه ما عندي ولا ولد مرضان ولا شي. حبيت قلك يعني. شو ولد مرضان؟ شو عم تخبصي؟ رشا انت ما عم تحكي بشكل معقول. قديشك انت جاهل. عم بحكي لك عن الرواية. اصلا انا بلشت اعرف مين اللي ماله مثقف. رشا خلصينا بقى. والله العظيم انا ما عم بمزح معك. الصبح فهمتك. المرأة ما لها غير بيت جوزة. وانا مالي مستعدة يقولوا عني بالضيعة مطلقة. انا مو مشكلتي اهل الضيعة عندكم. انا ماني مرتاح معك. لازم نتطلق باسرع وقت. وانا ما بدي. الشغلة مو لعبة. هذا اسمه زواج. شو مكتوب هون؟ ما عم بفهم. شو بدك تاكل؟ ما عاد بدي. صدت نفسي. بس انا ما صدت. شيش طاووق مع جبنة وموزاريلا. هدول اكلات طيبة. كمان ما فهمت شي. لو سمحت. تفضلي. اذا ممكن تشرح لي شو مكتوب هون. او لقلك ما بدي من هون. ممكن تجيب لي فاصولية بيضة ومع رز لو سمحت. هالاكلات بنسويهم بالعادة للعمال فوق. شو رأيك اطلب لك شرحات دجاج مع صوص؟ لا لا بدي فاصولية. اذا بتجيب لي مع بصل بيكون ممتاز. تكرمي. بدك تاكلي من اكل العمال؟ واذا يعني معلوم بني آدمين مثلنا؟ بس مو كل الناس مثل بعضها. خلي القلوب تتوحد جوزي. الباقي مو مهم. ممكن تبطلي تناديلي جوزي؟ انت ليش بتحبي انك تضايقيني؟ ايه عم تسلى. لما دخلت بالرهن مع رفقتك مشان تحكي معي كنت مبسوط؟ ليش انقلبت؟ صحيح. شو صار بمنطقة المخ؟ نسيت تشرح لي الكمالة. اتركوا لك. اتركوا لك. اتركوا لك. اذا كنت رجال ما بتهرب. رشا وقفي. انت خليته يهرب. هلا قولي لي انت منيحة؟ طمنيني صار لك شي؟ تليفون انكسر. اكيد انت مجنونة. تركي يروح. منيح للي ما ضربك. يعني هلأ الجزدان أهم منك؟ ايه منيح كنت خلصت مني. اركبي لازم وصلك. شوربة عدس ورق عنب لحمة بالصينية وكبسة بالدجاج ومقلوبة رز والتحلاية قطايف عصافيري. والله مبين عليهم طيبين كثير. وأنا رأيي رح دقلكن ياهن لشوف إذا بيطلعوا طيبين. لا تنقل. يلا لشوف. روحي كملي شغلك. ما بحق لنا نطلع شوي. هادين صار لي ساعة عم دور عليكي. عطيني خبر إنك هون. أنا هيك